ليس بجديد بدعم إيران لجماعة الحوثي بالأسلحة أو زرع خلايا نائمة في اليمن، فيعتبر أو تعتبر محافظة الحديدة هي المقر الرئيسي والمنفذ الوحيد لهذه الجماعة ولإيران بدعمها بالأسلحة. القوات المشتركة أو التحالف العربي أعلن مؤخرا عن ضبط خلية نائمة في محافظة الحديدة مكونة من 4 أفراد بزرع خلايا نائمة لتهديد خط الملاحة الدولية في اليمن، وأيضا لتهديد الأمن والاستقرار في محافظة الحديدة.